السلام عليكم. متأكد انه امامي الان جمهور كبير كلش اجا بمحبة وبوفاء وباخلاص على مود يحضر هذا المؤتمر الحلو اللي تحتضنه مدينتنا العزيزة بغداد. احب اقولكم انه ورا هذا المؤتمر وورا هذا المسرح اللي تنعرض عليه اجمل المواهب واجمل التجارب الحياتية، شباب اشتغلوا بكل قوتهم وبكل عطائهم وبكل جهدهم على مود يقدمون أفضل ما عندهم للمجتمع، أفضل ما عندهم لشباب وطنهم، الشباب بغدادهم، الشباب عراقهم الكبير. أعرف أنه أكو هواية مصاعب واجهتهم، أكو هواية عواقب واجهتهم، أكو تحضيرات استمرت لأشهر. ربي يوفقهم وينطيهم على قد نيتهم، ينطيهم على قد عطائهم اللي يقدمون لمجتمعهم على مود يطلعون هذا المؤتمر، على ما يطلعون مدينة بغداد بأبهى صورة. شكرا جزيلا إلهم، شكرا جزيلا من كل أعماق قلبنا إلهم. فعلا احنا فخورين بوجود أصدقاء شباب أخوة إلنا يقدمون هذا العطاء الرائع على مود يطلعون مجتمعهم ووطنهم بصورة بهية جميلة. ربي يوفقكم وربي يحفظكم، ترجعون لبيوتكم سالمين. أحب أشكركم مرة أخرى على الدعوة اللي وجهتوها للفريق تيدكس أربيل أنه يكون وياكم، يحضر وياكم. كنت أتمنى أنه أكون وياكم لكن ظروف العمل، ظروف الدراسة حالت دون هذا الشيء. قلوبنا معاكم، إحنا معاكم خطوة في خطوة، إحنا معاكم صورة بصورة، إحنا معاكم لحظة بلحظة. ربي يوفقكم. سنة 2014 إن شاء الله تكون جميلة عليكم، سعيدة عليكم، وتقدمون تيدكس 2014 بصورة أحلى إن شاء الله، ونكون وياكم إن شاء الله. أحب أوجه كلمة أخيرة للجمهور، للي دي يشاهدوني بكل مكان، للي حاضرين ويانا واللي دي يسمعونا واللي دي يشاهدونا، إنه الشباب أمل، الشباب عطاء، الشباب فرصة. انطوهم الحياة، انطوهم الفرصة الكافية عمود يقدمون أجمل ما عندهم، على مود يقدمون أكثر ما عندهم من طاقات، من طاقات تخدم المجتمع، تبعد عنا الأفكار السيئة، تخلينا نتطور، تخلينا نوصل بعراقنا وبلدنا إلى صورة جميلة جديدة ممتعة إن شاء الله للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمار الدواف من فريق تيدكس أربيل.